لتحضير الطحينة نحتاج نصف كوب طحينة، نصف كوب ماء، القليل من الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة سكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لتحضير الوصفة نحتاج إلى نصف كوب طحينة، نصف كوب ماء، قليل من الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة سكر، قليل من الملح، فصين إلى ثلاث ثوم، وعصير نصف ليمونة. نحتاج هنا إلى ملعقة كبيرة زيت زيتون. نضع جميع المكونات مع بعض ونخلط جيدا حتى تمتزج. هذا هو قوام الطحينة كما ترون. عندما نخلطها الطحينة على حسب على طريقة المطاعم. وعليكم بألف عافية، أتمنى أن تجربوا الوصفة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع أصدقاء. مع السلامة.